بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسين يا رب الله، والحسين ابن علي إمامي، قل لهم الحسين ابن علي إمامي، قل لهم الحسين ابن علي إمامي. يا الله، في أمان الله، في دعة الله، هذا ما وعد الله وصدق المرسلون. مع الحسين بن علي إن شاء الله، مع الحسين بن علي، مع محمد وآل محمد، مع محمد وآل محمد. الحسين ابن علي إمامي. يا حسين، 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 يا حسين. فليطمئن قلبك أيها الموالي، أنا مولاك الحسين، أنا غريب كربلاء، وأنت غريب في هذه اللحظات. من زارني زرته، ولو في النار أخرجته. ألم تزرني بعد كل فريضة أيها الموالي؟
ألم تبكي لمصابي؟ ألم تجزع لمصابي؟ ألم تزر زائري؟ ألم تبذل جهدك وصحتك لخدمة مجالسي؟ ألم تحرص على حضور مآتمي؟ ألم تعظم شعائري؟ ألم تنادي لبيك يا حسين؟ لك حق علي أيها الموالي، هنا ستأخذه، فاطمئن ولا تخف. إلهي أقسم عليك بضلع أمي فاطمة.